تري زامبورطون، ماشي الاخضر ماشي الاصفر ماشي البرتقالي، الاحمر. عندكم لهنايا زوج حبات لا ثلاث حبات، عندنا ثلاث سنينات نتاع الثوم، عندنا الحشيش مقطفه بكثره، وعندنا النعناع بكثره ايضا. نروحوا الى ايضا التتبيله، عندكم لو جينجومبر عرق او الزنجبيل عرق، تحكموا شويه. عندنا بابريكا، فلفل الكحل، ملح، وعندنا ايضا الكركم، رايحين نخدموا به ايضا في هاد الوصفه هاديه. وعندنا كاس نتاع الياورت، يعني الياورت الطبيعي لكن ممخوض، يعني ديروه اون ديري كو يدوفيان اون كريم، تضربوه كيما نقولوا حنايا باش يولي لكم ليكيد بهذا الشكل هذايا. بيان سور نسحقوا ثلاث سنينات نتاع الثوم. نروحوا الى الوصفه الثالثه واللي هي الارز. عندكم 500 غرام بسماتي، عندكم 200 غرام نتاع الفول مقشر بهذا الشكل، عندكم ايضا 200 غرام نتاع الجلبانه مقشره بهذا الشكل، وعندكم زوج حبات نتاع البصل. هنا تحبوا ديروا له البابريكا والزعفران ديروا له كيما راح ندير لنا، تحبوا تخليوه ناتور خليوه ناتور. بيان سور ما تنساوش الرند بكثره باش يكون بارفومي. نروحوا الى التحليه، عندنا 400 غرام نتاع او 500 غرام نتاع الفريزا ساندي اون دو، تنحيو منها 100 غرام تحطوه هكذا و400 غرام تخلوها بهذا الشكل، زوج كيسان تاع الحليب. عندنا ايضا كريمه الشونتيي، كريمه الشونتيي اللي راحين نخدموا بها لي كلاص تاعنا. باش تخدموا لي كلاص لا كلاص بلا فريز، ديروا كاس نتاع الشونتيي اون بودر، عندكم 100 غرام نتاع الفراوله، وعندكم ايضا كاس نتاع حليب يكون بارد بزاف بزاف بزاف، يعني تحطوه يبرد بيان كوم يلفو. اول شيء قبل ما نبداو نخدمو في الوسمو تاعنا، نروحو نخدمو مباشره هاد لاكلاص اللي راني نتكلم لكم عليها، ولا المرطبه اللي راني نتكلم لكم عليها. تاخذوا مباشره لهنايا 100 غرام نتاعنا نتاع الفراوله، ونجيبوا الكاس تاع الكريمه، عفوا قلت لكم وقيله الحليب مقبلات ماشي الحليب، واللي هي الكريمه الطازجه بهذا الشكل هذا. راكم تشوفوا هنا في الميلك شيك ما درناش السكر باسكو لا كلاص راح تكون سكري، دونك هنا ما نديروش السكر. نجيبوا الكريمه تاعنا نحطوها بهذا الشكل هذايا، نغلقوا عليها ونميكسيوها بيان كوميلفو، تبعوا مليح فوالا. دونك نميكسيوها كيما يحب الخاطر. فوالا بسم الله. وهنايا نميكسيوها توت اون ليسون شويه، يعني ما تكونش فريمون ميكسي باش يبقاو فيها لا بولب نتاع الفريزا تاعنا. تاخذوا مباشره لا بودغ دو شونتيي تاعنا تحطوها، وإلا خدمتو بالكريمة عادية يعني اون كريم اللي طلعوها، تخدمو ب 35% من الكريمة، ونديرو فوالا نعمروها بهاد الشكل هدايا فوالا. ونجيبو لهنايا الخلاط تاعنا نبرونشيوه، ونبداو نخدمو فيها بهاد الطريقة هادية. دوك اون فالا فويتي، كاين وين تقدرو حتى تزيدو حبيبان تاع ولاد الدجاج باش تكونوا على بالكم فوالا. ونبداو نطلعوا فيها بهاد الكيفيه هذه حتى تطلع لنا ايباس، لازم تطلع لكم ايباس بهاد الكيفيه هذه. فوالا تقعدوا تخفقوا فيها. علاش بدينا بها؟ باسكو لازم تدخل للكونجيلاتور. فوالا وتقعدوا تضربوا فيها بهاد الشكل هذا. هنا اللي يحب سكري يقدر يزيد شويه سكر، اللي يحبو عادي ما ديروش السكر، خاصه الناس اللي ما تحبش رايك في حميه ولا ما تحبش لو سكر بزاف، تقدروا تستعملوها كيما راني نخدم فيها انايا. فوالا بهذا الشكل طلعوها بيان كوميلفو.
الله شوفوا كيفاش راه هيك تكون، ما تكونش لازم يعني حتى تكون شيء روحها بزاف، هكذا لا كونسيستانس هذه تكفيها يعني مليح باش تقدر تحكم اون غلاس ولينا اون غلاس اونكتيوز وتجي بنينه. كيما راه هيك هكذا نجيبو اون سباتول نعاودو ندخلو كاع هادوما لداخل، عفوا فوالا كيما راه هيك هكذا، ونحطوها مباشرة في الثلاجة ونخلوها يعني نحطوها في الكونجيلو، ما نحطوهاش في نخلوها دائما في الكونجيلاتور تبرد بعقلها. فوالا نحيو نقصناها نطوى البلانطراي تاعنا ونروحو مباشرة نديباراسيو الكاس تاعنا لأن نحتاجوه من بعد نزيدو نخدمو به ونحطوه يتغسل. فوالا بشوية ماء ونغسل يدي او ميم طون. نجو لهنايا مباشرة نبداو بصلصة الجبن، نبداو يعني بلو غراتان تاعنا باش نحطوه يغراتيني او ميم طون نخدمو الوصفات مع بعض. دونك نشعلو لهنايا النار ديجا للبولي تاعنا، فوالا نخليوها تسخن ونزيدو نشعلوه ايضا لهنايا ونزيدو نشعلو ايضا الثانية باش نخدمو الارز تاعنا. دونك لهنايا نجو نخليوها تسخن. الو الو الو، واش راكي اختي؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. واش راكي؟ صافا صحة عيدك. ايه الله يعاونك الله يعاونك. ربي يحفظك اختي، ربي يحفظك ويعطيك ما تتمناي. واش راكي؟ تعرف هادي شحال من احنا نحاولوا نتصلوا بيك. ايه وما حكمتونيش. ما حكمنيش. ايه هاكي حكمتيني دوكا، شفاي غير كي تحكميني. الحمد لله. اشفاي غير كي تحكميني، كي ما تحكمينيش ما تشفايش عليها. ربي يحفظك. ربي يعاونك، انا نشوفك فيك راني مع الحاجة. الحاجة هي صحتها الله يفيها. شو الحاجة هي؟ شوف راني صوني باسمها. باسكو علاه هي مريضة اليتي. ايوه امين امين ديري لي امين. ربي يجيب لها الشيفا ان شاء الله، وان شاء الله كاع اللي راه معانا يدعيوا لها ان شاء الله، ربي يجيب لها الشيفا ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله، وكاع أمة محمد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. هذه الحاجه سيده جميل ولايه بلعباس. الله الله صحاب بلعباس ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم. ولي زونفيرون بلديه بوشبكه. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظكم. واكيتها الله فيها ياك. راني معاها وخرجت التقاعد وراني معاها. ما عنديش شك، والله ما عنديش شك، ربي يحفظك. انا بنتها وخرجت التقاعد على خاطرها وراني معاها والحمد لله. لازم ولا لا لا؟ والحمد لله. لازم 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 يا صاح، بارك الله فيك تلقايها ان شاء الله في الدنيا. نقولها لك نشجعوك. نعم نشجعوك. ربي يحفظك. نشجعوك الحمد لله، راك مشرفنا. ربي يحفظك بكم انتم. على بالنا بلي طيب في بلايص عندهم مرتبه عاليه. ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعطيك ما تمنى. وعلى بالنا بلي عندك البنات الله يبارك. ربي يحفظك. قال لك ناس بكري اللي عنده البنات يعرفوا وين مات. هاو شوفي لا بروف انتيا وين راكي؟ راكي مع الام تاعك. راني مع الام، انا كنت نخدم في الصحه في بنو الله يبارك ما شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. ايه والحمد لله. ودوكا راكي مع الام تاعك، واش معناها؟ شتي الطفله كيفاش؟ والله الحمد لله. وسيرتو مع الاب الطفله، يقول لك الطفله حبيبه باباها. والاب متوفي. الاب ربي يرحمه. الاب نتاعي مجاهد كبير. ربي يرحمه ربي يرحمه. مجاهد كبير ما شاء الله. السيد بالحاج قويدر مولاي بلعباس الناس كاع تعرفه. ربي يرحمه ربي يجعله في الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. مجاهد كبير كبير بزاف، خدم البلاد والحمد لله. الحمد لله. بيان سير بيان سير بيان سير، لازم الانسان لازم يفتخر بوالديه.
لازم يفتخر بيها افتخار كبير. ربي يحفظك ان شاء الله، نعمة تربية، الله يبارك عليك. افتخار كبير، احنا من الناس، احنا عائلة ثورية، ما شاء عندنا الله. مجاهدين، عندنا شهداء، عندنا ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نعمة الناس ونعم العائلة ونعم الجزائريين. الله يبارك، الله يبارك، والله يسخر ان شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله. اخي امين، حاجة نقولها لك، انا بغينا نشجعوك. واش قلتي لي؟ قلت لك بغينا نشجعوك. ربي يحفظك، ربي يحفظك. اطلب لي الشفاء الحاجة جميل فاطمة. ربي يجيب لها الشفاء ان شاء الله يما فاطمة، وكاع اللي راهم يشوفوا فينا يدعيوا لها ان شاء الله يا ارحم الراحمين، وكل الجزائريين ان شاء الله ربي يجيب لهم الشفاء ان شاء الله. جميع انسان مريض. الحاجة الثانية اللي نقولها لك، دير لنا وصفات اقتصادية. ولا هادو ملاح صافا يساعدوا يا اخي. لا حلم بيها تعرف بيا. عيا بيا ما شاء الله، فرحتيني. لا الحمد لله فرحتيني، ربي يحفظك ان شاء الله. لا الحمد لله. سلمي. واحد مدى به شجاع بيان سير، بيان سير، صح عندك الحق. المهم سلمي لي بزاف بزاف فوق راسها وقولي لي. نقول تحيات مع بيان سير. بيان سير، تفضلي تفضلي تفضلي. نقدم كاع التحيه تاعي للبلديه تاعي بوشكا، الى الجميله، الى بلحاز، ربي يحفظهم، وكاع سكان بلدة بوشبكا وليت ديب العباس. ما شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله، وربي ربي ان شاء الله يعطيكم كل خير يا رب العالمين. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. صح، كلام صواب، كلام صواب. ولي يبغي الجزائر هذاك هو. ربي يحفظك، لي حبنا نحبوه. يقول لك لي حب الجزائر نحبوه. اسمعي بلادنا. واش يقول المثل تاع بكري الشعراء، واش يقولوا؟ يقول لك لي حبنا نحبوه ونحطوه فوق الراس عمامه. لا نبغوا بلادنا هنا الحمد لله. واللي ما يحبش بلادنا نكرهوه. ان شاء الله الازدهار، المكان ان شاء الله ازدهار كبير لبلادنا، نبغوا الجزائر نبغوها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربي يحفظك. يا ربي يعاونك، ربي يعطيك ما تمناي، وربي يعطيك كل خير ان شاء الله يا رب العالمين. آمين. ان شاء الله. آمين. يا ربي ان شاء الله. امين يا سيد امين. ربي يحفظك ان شاء الله. تهلاي لنا في الحاج جابرك هذا ما كان. ربي يحفظك اختي، وربي يعطيك ما تمناي، وان شاء الله يدوم هناكم، وربي ان شاء الله يشفي كل المرضى الجزائريين يا ارحم الراحمين. فوالا هنايا كنا خدمنا، حطينا الزيت خليناها تسخن، نجيبوا البلونت بولي تاعنا ونريسوليوه، نريسوليوه في الزيت، صافي دير نحمروه في الزيت. هنا درنا ال 50 غرام تاعنا تاع الفارينه والزبده وحطيناهم يدوبوا، كي ولاو اون بات كي ان غو، ولا بالعربيه العقده، درناها لهنايا فوق النار، زدنا لها الكريمه تاعنا بالحليب. وهنايا نروحو ناخذو بيان سور زدنا نواد موسكادا شويه جوز الطيب، وهنا ليجيرمون نديرو الملح. علاش ليجيرمون؟ باسكو الجبنه تاعنا تقدر تكون مالحه. هنا ما تكلمت لكمش على الجبن، هنايا تحتاجو حوالي اون تو واحد 350 غرام نتاع الجبن، يكون بين الكوده دو بريفيرونس تخدمو بالكوده، لكن اللي حاب يزيد شويه شيدار تقدروا تزيدوا شويه شيدار، حتى ولو ان ما شجعش الناس بزاف انه يتناولوا الشيدار، لكن معليش اون كونتيتي صغيره، قال في 200 في 250 غرام تزيدوا 100 غرام ولا 80 غرام نتاع الشيدار، ولا حبيتوا تخدموا بالكوده والكريير ديريكتومون خدموا بالكوده والكريير. دونك تو ديبون لا بورس نتاعكم كيفاش تكون. هنا حطينا البولي يتريسولا، هنا حطينا البصل خليوه يتقلى مليح فوالا بهذا الشكل هذايا، ونزيدوا له هنا غير يبدا يعرق كما تشوفوا بهذا الشكل، نزيدوا الفول تاعنا، ونزيدوا ايضا الجلبانه نتاعنا بهذه الكيفيه هذه فوالا، ونبداو نقليو كل شيء مع بعض. هنايا نجو نزيدوا ديريكتومون زوج ورق نتاع الرند هايل ما شاء الله. هاد الوصفه نتاع الوسمو تاعنا تاع الروس تقدروا تستعملوها ما شاء الله. اون اتوندون ناخذوا الماء نخليوه يسخن مليح فوالا، نشعلوا له ونخليوه يسخن بصفه عاديه، نجوا لهنايا ونخلوها هنايا تبقاو تحركوا. هنايا اون اتريشي كيما يقولوا حنا، جحنا في لا كونتينونس نتاع لو غو تاعنا. علاه؟ باسكو لو غو تاعنا عادة ما يكون في الريتلا تاع الحليب دائما يكون 100 غرام تاع فارينة و100 غرام تاع الزبدة، لكن في الوصفة هذه بالذات دائما نقصوا 50% من الكمية تاع العقدة ولا تاع لو غو، باش نخلو نعطوا مكانة للجبن تاعنا كي يدوب
يعطينا هذيك الإلاستيسيتي، يعني تجي شغل مطاطية تشوفوها كيفاش تتجعد، وحنا هذاك هو اللي رانا حابين نلحقوا ليه. نجيو لهنايا نجيبوا كما قلت لكم، ناخذوا غرفة صغيرة نجيبوا نحطوا شوية تاع لو كولورون دو سافرون. الو الو الو، السلام عليكم. واش راكي نصيرة اختي؟ واش راك هادي غريبة؟ لا لا يغيبك، واش راكي؟ والله عندي الزم، حكمت نعيط وما نحكم. معليش، كل نهار ونهارو، كل نهار ونهارو. يا اخي ليسونسيالك حكمتينا دوك، هذاك هو الصح. حكمتك هذاك هو الصح، حنا نشوفو غير كي تحكمينا، تاع ما تحكميناش كاع ما نشوفوش عليها. هذاك واش راكو لاباس؟ والله غير الحمد ربي، وانتي من عندك؟ لاباس الحمد لله، سقت عليك الخير. يا درا كيفاش الحالة؟ الأهل كيفاش؟ لاباس الحمد لله، كامل بخير الحمد لله يا ربي. الحمد لله هذاك هو الصح، الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي، كي يكونوا كل فاميليا كامل مهنية نكونوا كامل مهنيين. هذاك هو الصح. صح، وانت يا الفاميليا كامل بخير؟ والله غير الحمد لله، ومسلمين عليكم كاع. الله يسلمك، يسلمك ويسلمهم. وربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم ما تتمناوا ان شاء الله. الله يسلمك ويعطيك الصحة، بارك الله فيك. ربي يحفظك، بارك الله فيكم انتم. والله غير نتبع كل يوم ونعيط كل يوم، ما قدرتش نحكم لا غالب. شتي، معليش معليش، مازال اليامات كاين 365 يوم. ما تكسريش كاع راسك، مازالوا ليامات والوقت ما حكمتو مليح. تسهل اي تسهل. بيان سور كي تسهل راه يتسهل، صح. صواب صواب. تعيط لك ام فاطمه من مستغانم، هذيك حبيبتي. ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله عليها، ربي يحفظها. كي تهدر تعيط لي، تهدر معايا، تعطيني واحد الدعوات، الله يبارك، ما شاء الله. والله غير مرأة، ما شاء الله، صح. ما شاء الله، ربي يخلي لها صحتها وربي يطول في عمرها. الحمد لله. شوفي حنايا في الـ في الـ في البرنامج تاعنا طيب معانا في الحصة هادية، والله غير الناس اللي يعيطوا لنا كاع الله يبارك. الله يبارك، ولا غير كامل والله غير كاع اللي يعيطوا لنا. شوفي بدون يعني مانيش شي بون طران دو جوتي لي فرو، والله العالي العظيم، شوفي نقولها لك من قلبية، كي يكون نهضر انا معاهم المورال يطلع لي. تعرفي نقول شو؟ سبحان الله، الحمد لله الجزائر ما زالت بخير، الحمد لله. قلبك مليح، ربي يحفظك بكم انتوما. مليح اللي يعيط لك، كامل الناس مليح، وانت قلبك مليح. والله غنحبوهم الناس، تحس بهم كامل، وحنا قال كيف كيف نحسوا بك. يكذب عليك والله، نحسوا بك، شحال نفرح انا كي نكون نهضر معك، ما نكذبش عليك. ربي يحفظك، ربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. الله يسلمك، يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك. يسلمك يعطيك الصحه، بارك الله فيك، ربي يقدرك. ربي يحفظك وربي يعطيك ما تمنى. الله يسلمك، يسلمك، ونسلم على ام فاطمه من مسغانم، ونطلب لها الشفاء دباها ويماها ان شاء الله يا رب العالمين. دباها ويماها شويه عيانين، نطلب لهم الشفاء ان شاء الله. ربي يجيب لهم شفاء وكل المرضى الجزائريين ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله، ويعطيك الصحه وبارك الله فيك. ربي يحفظك فيك بركه، ربي يخليك ان شاء الله، ربي يخليك ان شاء الله يا رب العالمين، بارك الله فيك. فوالا هنا شوفوا كيفاش ولات لونكتيوزيتي نتاع لو لاصوص تاعنا، تبعوا مليح، عقادت برك. هاكم تشوفوا كيفاش، يعني عطينا لها اون ليجيرتي، هذا ما كان، ما نحوسوش انها تكون معقوده بزاف، على هذيك اللي ما حبيناش نطلعوا في لا كونتيتي نتاع الوسمو تاعنا نتاع لوغو. وهنايا ناخذوا لا كونتيتي تاع الفورماج تاعنا ونحطوها بهاد الطريقه هذه. هنايا برك خاوتي كي تحطوا لا كونتيتي تاع لو فروماج لداخل، نبقاو نحركوا حتى تولي عندنا اون بال تيكستور، لانه الفرماج لو كان ما تقعدوش تحركوا فيه راهو رايح يدوب ويلصق لتحت. دونك جامي تخليوه يعني هكذاك، توجور تحركوا باش هكذا يعني يتريقلا مليح بيان كوم يفو. فوالا نجيبوا لهنايا اسما، نمسحوا الديكات اللي نديروهم. فوالا ونروحوا نشوفوا كيفاش راهم. فوالا هنا شوفوا كيفاش راهيك بدات كلش يطرى. ناخذوا مباشره لو غي تاعنا كيما راهو 500 غرام، ونبداو نمشيو فيه بهذا الشكل هذايا، تبعوا مليح، ونبداو نمشيو فيه بهذا الكيفيه هادية. هاد لو ري هذا صدقوني ما راكمش رايحين تندموا عليه، خدموا به وتشوفوا كيفاش يلي تري 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 بون ما شاء الله. فوالا هنايا في الرز البسماتي واش ننصحكم انا خاوتي، دائما كي تروحوا تمرقوا الكيلة نتاع الرز بزوج كيلات نتاع الماء، اي دو بريفيرونس يكون سخون. علاش سخون؟ باسكو يبدا يكمل لا كويسون، ما يكوبي لكمش عملية الطهي. دونك تاخذوا الكيلة تاعكم، حنا دارت لنا
500 غرام النص دونك نعمرو اونتيرمون فوالا تبعوا مليح نعمروه اونتيرمون بهذا الشكل هذايا دونك هنا راه عندي زوج كيلات ولا خفتوا تغلطوا تهرب لكم يهرب لكم الميزان تاخذوا زوج كيسان دونك الكاس كيما نقولوا حنا تعمروه زوج خطرات فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا نحركوها شويه فوالا باش كل حاجه تبقى في بلاصتها وهنايا نغطوها كاريمون الباسماتي يحب يتغطى عكس المفور ولا هذاك العادي الابيض الباسماتي يحب يتغطى فوالا ونجوا لهنا ونقعدوا نحركوا ماسيفمون فوالا شوفوا كيفاش بدات تاخذ الصلصه تاعنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فوالا الو 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 مساء الخير يا ام زكريا يا مرحبا ربي يخليك واش راكي والله عجبني والله الحمد لله ربي يحفظك وانتيا والله لاباس سقسي عليك الخير صحتك والله لاباس الحمد لله هم يسالوا عليك الاولاد والله غير ربي يحفظك ربي يحفظك لحيتيها لي كل يسالوا عليك والله راه ملاح راكي تهلا ماما لويزا تموت عليك تموت عليك ماما لويزا وماما فاطمه والله يموتوا عليك قالوا لي يا وعليه دعاوي الخير ربي يحفظهم وراك عليك دعاوي الخير ربي يحفظهم ربي يحفظهم ويعطيهم ما يتمنى والله يعني ما شاء الله عليك والله كل تحبك والله راجل متواضع يعني شيف متواضع يعني ما عندي ما نهضر ما شاء الله عليك ربي يحفظك ام زكريا ربي يهنيك ويعطيك لينا والله على بالك نستناو فارغ الصبر ثلاثة تجي ربي يحفظك ثلاثة نتحطوا ربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله ويدوم هناك يا رب العالمين لا باس ربي يخليك ان شاء الله احكي لي واش راكي والله الحمد لله والله وصافا ريحتي شويه من رمضان لهنايا والله وحنا وصايمين وتعرف باسكو صيامك في الجنه سيرتو كو تتعبوا على بالي نتوما الميتي الخدمه تاعكم في لافان تاع رمضان تتعبوا بزاف بزاف والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الانسان ايمانه قوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يكون في راحه والله الانسان يخدم الشيء اللي يقدر عليه ويروبوزي يرتاح الحمد لله الحمد لله كيما انا الميني هذا والله نعجبني كيما الروز هذا بال انا نموت على الروز ايه الروز درتي اول مره نشوفه بالجلبانه والفول ايه بالجلبانه والفول هذا نديرو فطوري يجي ما شاء الله صدقيني والله روعه وقاعده نشوف ثاني في قاعد في الصوص فورماج هذه قلت والله نجبت الفراطه نكتب فيها هايله صدقيني غير ما شاء الله نكتب فيها قلت يا اخي تبقى تحرك الفورماج باش ما يلصقش ما تندميش لازم تحركي روعه هذا يليق مع لي غراتان مع جوستومون راح نديرو ان غراتان دو بات بلي ليغوم الله يبارك والله يعني ما شاء الله عليها قلت لهم للناس هما احنا درناها هذيك خطره وكانوا دومونداو مني قالوا لي عاودها لنا الشاف قلت لهم نعاودوها يا بات بروبليم دونك راني ندير لهم في فلاصوص يعني نعاودوها باش يشوفوا الناس كيفاش تكون اون صوص اوف فروماج ما شاء الله. ربي يا شيف نسقسيك على هاد لا كونتيتي تبان يعني ما عليها شيء ما نقدرش هكا نحتفظ بها في الفريجيدير كي ندير باغ اكزومبل هكا تقدري تحتفظي بها ولا كاش حاجه هكا تقدري تحتفظي بها تقدري تحتفظي بها تقدر تكون فرواد كوم تقدر تكون شوب لكن من المستحسن بيسك حنا درناها سيرارو نعم. طيبناها من المستحسن نهضر لك من المستحسن نعم. انك تسخنيها تنتكل سخونه باش تنتكل سخونه الحكايه كاع كيفاش تعاودي تسخنيها الور توجور او بان ماري على حمام مريم جامي تحطيها فوق النار ديريكتومون باسكو ما تخليهاش اون ديريكت اكزاكتومون تاخذي كاسرونه ديري فيها الماء ولا قدره وتحطي هذيك الكاسرونه وتقعدي تحركي حتى تطلع السخانه تاعها وتقدري تسربيها ولا عندك تسخنها بلا فابور اكزاكتومون ولا في الدار عندك ميكرون ديري ميكرون ديريكتومون فوالا تدخلها وتخرجها بصح جامي فوق النار فوالا هذه يعني معلومه ما نعرفهاش فوالا اكزاكتومون جامي تحطيها هذه لاصوص نسحقوها بزاف دوكا شغل بيان سور هي الصيف حاجه هكا شغل خفيفه بيان سور سيرتو الدراري خفيفه وبنينه فوالا هي سيرتو الدراري يحبوا بزاف هذا النوع من الصلصه يموتوا عليها على هذه قلت لك والله دوكا عاد كيني كتبتها وعجبتني ثاني الروز روز بالفول ربي يحفظك ربي يحفظك وحلبانه يعني ما شاء الله عليك والله في ميزان حسنة ربي يحفظك ويدوم هناكم ان شاء الله ربي يخليك وتحياتي نصيرة والله القايله ولا نهضر عليها سمعتها درك سبحان الله ما شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله نصيرة من بليده نعم
ما شاء الله هذيك المراه ما شاء الله وفيه ايضا. ما روعه يعني اللي عيطوا لك كل ما عندي ما نهدر والله كل يعني ما شاء الله عليهم. ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظكم لينا. اصدقائي يقولوا من ربي والله اصدقاء من ربي. هذه قلت لك علاش انا قلت لها مقبلات لان كي نسمع كنت نهدر كنت نقول ثانيك الاخت اللي عيطت لنا كما انا كي نسمع الاخوه اللي عيطوا لي والاخوات المورال يطلع لي. والله غير المورال يطلع لي. من كرمك ومن كرمك ومن طيبك ونقول الحمد لله ان الجزائر ما زالت بخير وعلى والله ما زالت بخير والله ما زالت بخير وحنا الجزائريين طيبين هذا يعبي هذا والله حتى ماما ليزا تموت عليك ماما فاطمه كيما فلانه ودبرت ربي يحفظها ربي يحفظها وربي يعطيها ما تبغي. لها اللي يشري السلعه تاعها طايت ليكيدات السلعه تاعها. تهلاي فيها بزاف بزاف. والله شا درت لها اشهار بيان سير اللي يجيو عندي انا يمشوا. بيان سير. كل وحده دات الشيء اللي كتب ربي. بيان سير تعاون روحها لازم. لازم. معليش هذه غير البدايه. المهم. والله قلت لها من عندي كادو. ربي يحفظها. هذه البدايه وما زالت والله غندير لها بيبليسيتي والله غير انا هنايا هنا غير ندير لها بيبليسيتي كاين تاكل الخبز وخلي مدخول بيان سير بيان سير بيان سير اكزاكتومون راني معاك 100% وعندك الحق والله تستاهل خلي ما عليهش الانسان كي يقدر يعاون خوه ما عليهش والله ما عليهش ما اختاراش صح صواب والله غير صواب والله هذا بهذا وهذا بربي انا نقول لهم ومثالوا عليك الأوفياء كلها ومرافق سمعت هذاك النهار سلمي لي عليهم بزاف بزاف والله مثالوا عليك ناصرة مقسنطينة سعاد تاعنا يتخدم في الوبيطال قولي لهم الشاف قالكم ربي يحفظكم ويعطيكم ما تمنوا ومسكندر والله الكل يشتيوك ربي يحفظكم إن شاء الله ويعطيكم ما تمنوا بارك الله فيك جروب متحدين وملمومين لازم تبقاو هكذا وتحياتي الدلوله تاع الطرفه نحبها ونموت عليها قلنا دلوله معروضه عندنا الفراوله ربي يحفظك ربي يحفظك ام زكريا عندنا الفاصل تاعنا تهلاي لي في روحك بزاف بزاف وربي يهنيك ويعطيك ما تمنى ان شاء الله وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل ان شاء الله هنا ناخذوا ديريكتومون مقله ناخذوا ايضا زيت الزيتون نحطوا فيه ايضا شويه نتاع الثوم زوج سنينات ثلاث سنينات نحطوا فيها وريقه تاع الرند ونجيبوا ايضا لي ليغوم تاعنا بهذا الشكل ونحطوهم اون فالي فير سوتي نسوتيوهم كيما يحب الخاطر جوست سوتي هذا ما كان يعني وما لازمش ثانيك ايضا تدخل فيهم سخانه بزاف جوست يدفاو برك ناخذوهم ونخدموهم بوسمو تاعنا هنايا شوفوا كيفاش ولاو عندنا لي سوك ناخذوا ديريكتومون لهنايا لو بوافرون روج او الطرشي تاعنا الاحمر ونبداو نمشيو فيه بهذا الشكل هذا فوالا فوالا شوفوا كيفاش رايك ما شاء الله التشتيشه تاعها شحال هايله هنا مباشره ناخذ الملح تاعنا شويه ملح شويه فلفل احمر مرحي شويه فلفل كحل فوالا كنا درنا جينجومبر في الملح هنايا ناخذوا كميه خفيفه تاع الزعفران نحطوها بهذا الشكل هذايا لهنايا ونجيبوا ايضا لو كوركوما لي تري امبورطون في الوصفه تاعنا هو الصح وصحي بزاف بزاف ننصحكم انكم تاخذوه مليح للدم مليح لكلش لو كوركوما مليح لكل شيء بهذا الشكل هذا كيما راكم تشوفوا لهنايا ناخذوا الطماطم تاعنا نحطوها بهذا الشكل لا بيغي طوماط تاعنا فوالا كيما راكم تشوفوا فيها وما نمرقوش كيما راهيك هكذا نغلقوا عليها ونخلوها بعقلها تسخن نجيو لهنايا نجيبو ان بلا عفور لي يكون كبير نبدلو مباشره لا طومبيراتور نديروها غير من الفوق باش الكراتان تاعنا ياخذ كيما يحب الخاطر نحطوه افيتاس ماكسيمال نجيبو لو بلا كراتان تاعنا نحطوه دو كوتي تبعوا مليح ناخذوا لهنايا ان سالادي كبير نجيبوا لي بات تاعنا بهذا الشكل بعد ما طيبناهم بيان كوم يلفو نجيبوا ايضا لي ليغوم تاعنا نحطوهم معاهم فوالا الله الله ما شاء الله ونطفوا عليهم النار نحيو واش نتاعنا نحطوه دو كوتي
نجيبوا اون كويير كبيره، تكون كبيره باش نقدروا نخدموا بها ونخلطوا بها الوسمو تاعنا بهذا الشكل هذايا. الله الله راكم تشوفوا غير لي بات اي لو غراتان. ناخذوا لهنايا الصلصه تاعنا، حركوها مليح بيان سير وتحطوها بهذا الشكل هذايا. نخلو كميه ونبداو ندخلوا فيها بهاد الكيفيه هذه فوالا بهاد الطريقه حتى كل حاجه تدخل مع بعضها. نجيو لهنايا كيما راكم تشوفوا ناخذوها بهاد الشكل ونعاودوا نحطوها نفيرسيوها ديريكتومون داخل الجهه الفوقانيه تولي للتحت والتحتانيه تولي للفوق هكذا باش كل حاجه تحكم بلاصتها. فوالا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ناخذوا واش بقى لنا نتاع الصلصه، فوالا نعاودوا نرجعوا واش كاين لهنايا واش بقى لنا تاع الصلصه فايغاليزي ونحطوها بهاد الكيفيه هذه. فوالا الله الله ما شاء الله الصلصه شوفوا كيفاش راهي تتعلق ما شاء الله. صدقوني ماكمش رايحين تندموا عليها هاد الصلصه هذه. خدموها جربوها خلوها في البيت كما قالت لكم ام زكريا تقدروا فو بوفي لا كونسيرفي ايضا. فوالا ونخلوها بهذا الشكل. الو 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 السلام عليكم. واش راكي اختي نوره؟ هاي واش راهم ناس معسكر؟ كي راكم غايه؟ ربي يحفظك وربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. الله يهنيك الحمد لله. معايا من المحمديه. ناس المحمديه الله الله عليكم ربي يحفظكم ان شاء الله. يعني باريكو. باريكو وين؟ المحمديه نعرفها مليح. ربي يحفظك ربي يحفظك وربي يعطيك ما تمنى. واش راكي واش راهم ناس باريكو؟ الحمد لله ربي يحفظهم. المهم الطياب تاعك عجبني بزاف. ربي يحفظك اختي ربي يحفظك. ساعة ساعة ندير اكلاش متوغل. صافي بليزير فرحتيني. والله العظيم. ربي يحفظك. سهلة بغيت دير لي اون سوب تاع كيما نقولوا تاع سوب هكا. تاع واه؟ حبيت لي سوب هكا. اون سوب تاع لي ليغوم؟ واه واه لي ليغوم. ندير لك تحبيها اون كرام ولا تري سامبل؟ لا تري سامبل. هيا خلاص هاكي ريجيم مالاتك. خاطش انا ما ناكل والو، انا ناكل غير الروز والبيض فايض و قولي والله. عندي مصران انا ما ناكلش، انا عندي انا كي نطيب نطيب المول الدار سيتو. وانت علاش وانت علاش ما تاكليش؟ عندي حساسيه في المصران ما ناكلش. عندك حساسيه لواش؟ في المصران ما ناكلش هذا الماكل. عندك بروبليم تاع المصران؟ واه. اوكي دوك ندير لك شوفي نوعدك في هاد السمانه هذه ان شاء الله لي 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 داخله لي موراها ندير لك ان مونيو سبيسيال ليك. نولي شوفي انتيا خاصه نخير في النهار في السمانه ولا في ال 15 يوم ندير لك مونيو ليك غير انتي برك ان شاء الله. طبوني الشيفا وصاي ان شاء الله ربي يجيب لك شيفا اختي وربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. وتلقاي غير الخير ان شاء الله يا ربي العالمين ان شاء الله. كي حكمتك والله ربي يحفظك. اليوم خطرتي الاولى نحكمك هذا وين صونيت حكمتك. ربي يحفظك صافي بليزير. فهمت كاع ما فرحتيني ليسونسيال حكمتيني. لا حكمتيني يا اخي هذاك هو الصح. وشوفي وممكن ما تحكميناش. المهم حنا رانا عندكم دائما من ثلاثه للربعه في الدار مصطاليين معاكم. واه والماكله اللي نديرها لمولا بيتي تعجبه الماكله تاعك هذه نديرها له ياكل ما يقوليش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. تهلاي فيه تهلاي فيه. سلمك ربي يخليك. تهلا فيه هو ثاني لازم يتهلا فيك ثاني. نعطي له ميساج منا تهلا لنا في نوره ربي يحفظك. لا الحمد لله ربي الحمد لله تهلي فيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وتهلي فيا وتجيب لي الماكله سبيسيال تاعي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله. والله غير فرحتيني. سلمك ربي يخليك الحمد لله. الله يسترك ويعطيك ما تمنى ان شاء الله. ورانا فرحانين كي عندنا كي عندنا الرجال يطيبوا لنا هكا تعلمنا من عندكم. الحمد لله. صوالح ما كناش نعرفوهم تعلمناهم من عندكم. الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا ربي. سلمك ربي يخليك. ربي يهنيك وربي يدوم هناك ان شاء الله اختو. وتهلاي لي في روحك بزاف بزاف وربي يجيب لك الشفاء. هنا ديريكتومون عندكم الروز طاب شوفوا كيفاش. وهنايا ايضا لاصوص تاعنا راهيك بعقلها تطبخ. نجوا لهنايا ناخذوا الفريزة الحليب يكون بارد الفانيلا ونتكلوا على ربي بسم الله. ونبداو نمشيو فيها بهذا الشكل هذا. هنا نروحوا اون اتوندون نجبدوا
ديريكتومون لي كلاص تاعنا. شوفوا كيفاش شدت لا كلاص ما شاء الله، ومازال زيدوا تخلوها تشد اكثر راح تعطيكم لي في تاع لا كلاص ديريكتومون. والله شوفوا كيفاش راهي بارده ما شاء الله. نجوا لهنايا نفتحوا بسم الله مباشره، ناخذوا لي كلاص تاعنا راهي واحد الريحه تاع الفريزه صدقوني ما شاء الله. ديريكتومون نحطوها بهذا الشكل هذايا كومبليتمون، الكاس نتاعنا نحطوه كومبليتمون لداخل وراحين تشوفوا لي في اللي راح يعطيه لونكتيوزيتي اللي راح يمدها لي كلاص ما شاء الله. وقلت لكم هاد لا كلاص ولا ديتوها هكذا سي اون كلاص شود، يعيطوا لها المرطبات الساخنه تخرج صفر درجه، ولا كنا في السخانه وفي الصيف وكذا من يعني في الصيف سخانه وكذا ديروها موان 4 موان 5 موان 18 وتولي لكم مرطبات بارده. فوالا دونك لهنايا كي تقولوا ساخنه ماشي معناها سخونه، معناها تخرج بصفر درجه. نزيدوا لهنايا نديروها شوفوا كيفاش حط راح تخرج لكم روعه صدقوني، تخرج لكم روعه. نجيبوا لهنايا ديريكتومون الطاس تاعنا فوالا ونخلوها تاخذ بيان لونكتيوزيتي تاعها. نجوا لهنايا شوفوا لو بلا تاعنا الطبق تاعنا ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. هنا نجيبوا البولي كاريمون نحطوه ديريكتومون في الصلصه تاعنا كيما راكم تشوفوا. فوالا شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. هنا تقدروا تزيدوا المايس باش تفهموا في الوصفه هذه، تقدروا تزيدوا المايس عادي. فوالا نغلقوا عليها لهنايا بعد ما تشيكيناه مليح. فوالا نحوها وشوفوا دوكا لونكتيوزيتي، تبعوا مليح لونكتيوزيتي تاع لو ميلك تشيك تاعنا. ماذا بيا ديروا لي ان زوم لهنايا شوفوا كيفاش يخرج، شوفوا كيفاش يخرج. الله الله شتو شتو المرطب كيفاش يخرج. الله الله فوالا شوفوا لونكتيوزيتي تاعو الثقاله تاعو كيما نقولوا حنايا. فوالا وتحطوه لهنايا ما شاء الله شوفوا كيفاش يخرج في الكاس، يخرج لكم ما شاء الله صدقوني. ما تندموش عليها الوصفه هذه لو كان تجربوها، شوفوا كيفاش يخرج في الكاس شتو كيفاش لي اونكتيو. هذا هو اللي في تاع الميلك تشيك، سواء تسموه الميلك تشيك كاين يسميوه لو فرابي ايضا، كل واحد كيفاش يسميه. لكن حنايا ناخذوا لا روسيت يعني القديمه ولا روسيت الكلاسيكيه ونسميوه الميلك تشيك، وكاين اللي يسميوه لو فرابي. هذا كاع اللي يخلي هاد لا تيكستور هذايا كاع سي درجة الحرارة اللي تكون فيها لا كلاص. سي بوغ سا كي نخدموا هذا النوع من لي كوكتيل هاد لي جو ا باز دو لي نخدموهم بهذا الشكل هذايا باش يكون عندنا ان فرابي. تبعوا مليح شوفوا كيف. الله الله ما شاء الله. هنايا نروحوا ناخذوا نمسحوا لو بلون طرافاي تاعنا ونجو اون فيني يعني نفينيو الوصفه نتاعنا نتاع لو بولي مكسيكا. ناخذوا شويه تبعوا مليح شويه تاع الماء، ها ميم با نص كاس، ميم با نص كاس تاع الماء في هاد المقادير هادوما. نحركوا مليح فوالا كي درنا شويه ما سي بور رومات لو كو لداخل الوسمو تاعنا. ناخذوا لهنا الياوخت تاعنا تبعوا مليح، قلت لكم الياوخت ناتيغ تضربوه يعني تضربوه كيما نقولوا حنايا، ونحطوه مباشره لداخل لهنايا في الوصفه تاعنا فوالا. ونعطوه تحريكه شابه ونخليوه يدير تبقبيقه ونطفولو لاصوص هذه لازم تبقى كيما راهي. وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل. نديرو لاصوص اللي بقات فوالا. الله الله نمسحوها برك قبل ما نحطوها مع الطبق تاعنا فوالا بسم الله. ونحطوها بهذا الشكل هذايا لهنايا فوالا. طفوا النار ونجو لهنايا شويه تاع حشيش بيان سور في الاخير فوالا بهذا الشكل هذايا. هذه الوصفه هذه تحب الحشيش، والحشيش تري كونسومي في امريكا الوسطى او امريكا اللاتينيه. فوالا نزيدو نديرو حتى هنايا شويه ونخلوها ديكوتي بهذا الشكل هدايا. نجو لهنايا نروحو نشوفو
لو غراتان لا ديك اللي حطيناه يطيب بعقله يعني يتحمر شويه برك فرونسي با بيزوان كل غراتان تاعكم يتحمر قاعو يعني غير شويه برك وتبقى فيه هذيك لونكتيوزيتي ما شاء الله فوالا هذا هو لو روندو فينال تاعو فوالا بسم الله شوفوا كيفاش يطلع غير نقاطي برك كيما نقولوا حنايا شوف غير نقاطي برك تاعو يكفيونا لارجوم فوالا نحطوه لهنا ايضا بسم الله يوني طوا لو بلون دو طرافاي تاعنا نغلقوا على الفور تاعنا طفيو عليه ما شاء الله ونجو ليكم دونك لهنايا عندكم بليش ولا عبد القادر خويا راك تحكم فيهم مليح لي بلا اسكو راهم سونطريين دونك عندكم لو غراتان دو بات بلاصوص تاعنا او فروماج عندكم لوري باسماتي بالفول والجلبانه مع لو بولي على الطريقه المكسيكيه ولا امريكا الوسطى وعندنا ايضا لو ميلك تشيك تاعنا شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله بان كلاص ارتيزانال خدمناها معاكم في زوج دقائق ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الف صحه اللي كنتوا اوفياء معنا في البرنامج ان شاء الله يا رب العالمين ديتوا شويه الافكار خاصه حكمتونا ولا ما حكمتوناش المهم والاهم رانا عندكم احنا دائما من 3 إلى 4 في البيوت تاعكم ونقسموا معاكم الفرحه ونقسموا معاكم هذه التسويعه بقلب كبير ورحب ومتسع نحبوكم بزاف وربي شاهد على واش رانا نقولوا كل الناس يرى في ديال الغربه الله يردكم سالمين غالمين الى وطنكم الام الجزائر كل المرضى ربي يجيب لكم الشفاء العاجل امهاتنا وابائنا اللي في ديار العجزه نقول لكم ربي يحفظكم نحبوكم بزاف 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 وين ما كنتم في 58 ولايه انتم قدوه لنا وانتم والدينا ونحبوكم دعيوا لنا ان شاء الله ولادكم اللي حطوكم في ديال العجزه ربي يغفر لهم سارعوا الى يعني تصليح الخطا تاعكم للابناء وعاودوا رجعوا والديكم وما تسمعوش للراي اللي يخليكم تبعدوا على الوالدين هما مفتاح الجنه ومفتاح الدنيا ما بقى لي غير نقول لكم الحجه ما تنساش تدعي لنا بالخير تحيه الجزائر سلام.